باقي الاندوجينوس اكزيما احنا قلنا الاتوبيك درماتايتس سيبوريك درماتايتس. سيبوريك درماتايتس سببها ايه؟ طب بلاش سببها، انت بتعالج سيبوريك درماتايتس بايه؟ زي ايه؟ استرويد. يبقى احنا بندي كورتيكوسترويدز ومعاها انتي فانجر. ليه؟ لان الملاسيزيا، الملاسيزيا اللي هي ييست او الفانجس بتعمل لي انفلاميشن، بتعمل ستيميليشن للكومبلمنت وبتعمل سبليتنج للفاتي اسيدز فيعمل لي انفلاميشن، او بيحصل هايبر سنسيتيفيتي اجينست ملاسيزيا تظهر لي سبيريك درماتايتس. يبقى انا عندي تو كومبوننتس، هايبر سنسيتيف في اميون سيستم وفي ملاسيزيا. لما اجي اعالج هعالج الملاسيزيا واعالج الايه الاميون سيستم الموجود عندي. يعني كان بكتب اي حاله، اي حاله سبيريك درماتايتس خصوصا لما تكون سيفير بنكتب لها افري اذر دي انتي فانجل شامبو مثلا زي النوزابيكس او النزورال، وتحط معاها بتنوفيت لفتره مثلا معينه عشان الايه الهايبر سنسيتيفيتي اجينست ملاسيزيا. طبعا كل الكلام في الباثوجينيسيس هتعدوه سريعا. ايه الايدج بتاع السيبوريك درماتايتس؟ ما هو الايدج ايه؟ ماشي مظبوط. هو الست شهور الاولانيين ومن اول البيوبرتي لحد واحنا طالعين. ليه؟ لان ده السن اللي بيبقى فيه انكريزد سيبوم. طب ايه العلاقه؟ مش عشان السيبوريك درماتايتس، لا عشان السيبوم الملاسيزيا بتحتاجه للنيوتريشن، وبالتالي الفتره اللي فيها اندروجين عالي اللي هو 6 شهور الاولانيين وات تايم اوف بيبرتي واحنا مكملين، الاندروجين بيطلع السيبوم، السيبوم يكتر، الملاسيزيا يحصل لها بروليفريشن، يحصل هايبر سنسيتيفيتي اجينست ملاسيزيا. فنلاقي سيبوريك درماتايتس في 6 شهور الاولانيين تقريبا، ونلاقيها ات تايم اوف بيبرتي. زي ما قلت لكم السكيل سكالب في التشيلدرن مش كومن تحط سيبوريك درماتايتس في الاول، تحط تينيا كاميتس في الاول، سيبوريك درماتايتس مش كومن شويه. طيب هم عندهم اندروجين كتير وهم صغيرين، 6 شهور اولين بياخد منك اندروجين، بياخد منك اندروجين ده بيزود السبيشس جلاند سكريشن، وتلاقي عنده هنا اهوت حاجه اسمها سبيشس هايبر، سبيشس هايبر بليزيا في الفيس، ويحصل له تينيا فيزيكالر في 6 شهور اولين برضو عشان الايه المفيس هايبر بيتمت تينيا فيزيكالر. طيب ماشي، كلينيكال برزنتيشن كلمتين اريثيما وعليها ايه؟ لا جريزي سكيلز، لازم جريزي، جريزي سكيلز. طيب اماكن السيبوريه فين؟ السكالب، الايبراو، الجلابيلا، النيزوليبيال فولد، تمام، البوست اريكولار، الفليكشرز، الامبلايكاس، الاي لاشز، والشيست بريسيرنر وانتر سكالب، تمام. انواعها ايه على حسب الايج؟ انفانتايل سيبوريك درماتايتس وادلت سيبوريك درماتايتس. الانفانتايل سيبوريك درماتايتس بتيجي فين؟ في السكالب، بيسموها ايه؟ ها كرادل كاب. كلمه كرادل يعني ايه؟ يعني المهد، المهد اللي هو بدايه العمر يعني. كرادل كاب، كرادل كاب ده اللي هو الايه السيبوريك درماتايتس اوف ذا سكالب في الانفانتس. طيب فين تاني ممكن تيجي سيبوريك درماتايتس في الانفانتس؟ في الفيس او في الترانك. دايما قبل 3 شهور بتلاقوها في الترانك جنرالايزد ويز انفولفمنت اوف فليكشرز، انما الاتوبيك بعد 3 شهور والفليكشرز عندي او النابكن اريا عندي سبيرت. سبيريك درماتايتس في الـ في الـ في الـ في الانفانت يبقى جنرالايزد سبيشالي الفليكشرز. فاريانت من سبيريك درماتايتس اسمه لاينرز ديزيز. لو لقيت طفل عنده في الشهور الاولانيه سيفير سيبوريك درماتايتس زائد كرونيك دياريا زائد فيلير تو ثرايف ما حصلوش جروس، بدي حاجه اسمها لاينرز ديزيز. لاينرز ديزيز ده هشخصه ازاي؟ بقيس سي 5 كومبلمنت. يعني لما تلاقي طفل عنده سيبوريك درماتايتس مش ريزولفنج مع كرونيك دياريا مع فيلير تو ثرايف يبقى هي مش حاله سيبوريك درماتايتس واحده، ده ممكن يكون اصلا يكون سندروم. ده بيظهر الشهور، الشهور الاولانيه من العمر، الشهور الاولانيه من العمر ده كومبلمنت 5 لو كومبلمنت 5 ده بيشخص حاله اللاينرز ديزيز. ده اميونو ديفيشنسي على فكره، ده احد الاميونو ديفيشنسي اوردرز. طيب الادلت سيبوريك درماتايتس ممكن تيجي فين؟ السكال. طيب انت بتشوف نوعين، بتشوفوا الدندرف
وبتشوفه السيوريد الموتايتس بتتكلم. ايه الفرق بين الدندرف؟ الدندرف نوع من السيوريد الموتايتس، بس الدندرف دي اللي هي القشره الموجوده بس ما بقاش معاها انفلاميشن. لو لقيت الريسيم عليها جريز سكيلز وبقى اتشنج كان ده كله يبقى ده خلاص حاله ايه سيوريد الموتايتس. طيب ممكن تيجي طبعا في باقي الاماكن الثانيه اللي هو بقى الاي براو والاي لاش. لا بتيجي على الاي لاش بيسموها بالفرايتس، خدتها في الرمل بيسموها سكويمس بالفرايتس. طيب ممكن تيجي على الترانك في شكل ايه؟ في شكل بيتالويد سيبروين درماتايتس. بيتالويد سيبروين درماتايتس دي عامله زي ورقه الشجر او الانيولر او سيرسيب كريجن. اول حاجه شفتها في النيابه عرفتها ان هي تينيا، طبعا تينيا سيرسيناتا بيتالويد سيبروين درماتايتس. احنا قلنا البليفرايتس دي مكانها فين؟ على الايلاش سكويمس بليفرايتس خطها في الرمل، هي نوع من السيبروين درماتايتس. في الاي لاش دي هنعرفه الاي لاش ادي اي ميديكيشن للاي في توبيكال استرويد او استعملي توبيكال توبيكال انتي فانجل على الاي لاش. تعب ولا رمض؟ لا ليه ما ساعه ينفع الرمض يعني اي بريبريشن هنا على الاي هيعمل اريتيشن. وطبعا مش صح ان انت تكتبي استرويد حوالين اذا كان الاسترويد حوالين الاي اذا كان الاسترويد بتاع الاي. يعني انا اوقات احنا كنا يعني زمان بنستعمل الـ 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 بنستعمل الاكزما في الاكزما بتاع الاي ليد تيراكورتريل. ليه؟ لانه سيف، هو اصلا استرويد يعني في انتي بايوتيك وفي استرويد بتاع للاي اصلا، فلو هتستعمليه فتره طويله مفيش مشكله. لما تحط مثلا بيرديرم هيدروكورتيزون بيتنوفيت اي حاجه من دي تيراكورتريل ممكن ماكس ترول هما بيكتبوا بتوع الرمض. انا مش صوره للاسف هما البيتالويد. البيتالويد سيبريك درماتايتس سيبريك درماتايتس بتيجي بريسترنال وانتر سكابلر. بيبقى واخده شكل الانولار ليجن، بتبدا حوالين هير فوليكل وتبدا تاخد الانولار سيرسنت او بوليسايكليك ليجن شكلها شكل التينا سيرسناتا بالظبط. حتى الديفرنشال دياجنوز صعب لو اذا ما شفتهاش قبل كده. ملهاش صوره على فكره هنا. اصل دي مرتسم من اماكنها الاكسيدا والجروي والبتر فلاي ايروفيس ده هو توريكو السيرين والبيرد والمستش برضو ده كده كورت ده سيبوريك الماتايفيس في البتر فلاي ايريو هوت ونزل على النيزيوم ليبيال فورت تحطوا ايدك على الليجن هتلاقي فيه ارسيمه وعليها جريز سكيل. تحط ده كورت او درمتين كورت مره مرتين من اول دهنه او دهنتين هتحسن طبعا عين جدا بس طبعا بركرنت. نعم لا الفنجا ما يجيش بلاترال وسيمتريك ما يجيش بلاترال وسيمتريك هيرجع تاني. هنعمل ايه؟ اتكلمكم على التريتمنت اهوت. هقول لكم بس على التريتمنت. البيتالويد سيبريك درماتايتس تيجي انيولار بروسايكليك او سيرسيت انتر سامبلر بريسترنال. ممكن يجي بتريز فورم سيبريك درماتايتس، ممكن تيجي شكل بتريز روزيا بالظبط، ممكن تيجي فوليكولار سيبريك درماتايتس، او ممكن تيجي على الترانك في شكل اكزما او بلاك لايك سيبريك درماتايتس. هوريك صور زيها. بتلخبط بينها وبين الايريتانت كونتاكت درماتايتس. انا كان عندي عيال وقعدت فتره عليها ان هي ايريتانت وبديتها بالديرمو ايموليانت وتحسنت وكويسه وتمام تمام، بس يعني ايه مش التحسن اللي هو 100% يعني 80% كده تبقى كويسه وتوقف يرجع تاني. كان ايريثيما هنا اهو في الفيس، ايريثيما خفيفه جدا وسكيز. جات لي بعد ما خدت توبيكال استرويد مثلا فترات اسبوع وبعد كده افري اذر دي اسبوع عشان ما تديش فتره طويله على الفيس، جات لي بكلاسيكال سيبريك درماتايتس انتر سكابلر. فعلى طول شخص ان ده اللي هنا سيبريك درماتايتس. وكانت رايحه برده الاساس المنصوره ونفس القصه ده برده بوتنت استرويد كوتيفيت. ساعات طبعا يعني انا توقعت من بعد ما خفتش على الاسترويد او حصل مايلد امبروفمنت ان ممكن تكون دي سيبريك درماتايتس المنظر بتاعها. قالت لي ان في حاجه طبعا عندي في ظهري كمان ببص عليها طبعا اكدت ان هي حاجه. طبعا ادت نتيجه مختلفه جدا لما اتحط الانتي فانجل معاها، ادت نتيجه مختلفه جدا. فخلي بالكم النيزل اللي بيها الفولد والجزء دوت
والرجاله اللي بيجي لكم لكم اول ما شعره يبدا يطلع بيبدا يعمل قشر قشر ده برضو سيبوريك درماتايتس. الفليكشن سيبوريك درماتايتس برضو خلي بالكم منهم. انا اجيب لكم الانفانتال سيبوريك درماتايتس عشان بيلخبط ما بتعرفوش تشخصوه ما بينه وبين النابكن وبين السورايسز. اوريكم انا المنظر هنا شايفين ده؟ اه ده شايفين الفيس؟ شايفين النك؟ واحد يقول لا ده ما بيرجع هو ده اللي بيعمل له اريتيشن او بالعرق. لا ده سيبوريك درماتايتس. ودايما بتلاقوا ده وده والترانك والنك الايريا كمان معاها اهو. وما فيش الاوزنج بتاع الاتوبيك درماتايتس ومش يعني موستلي مش الايج بتاع الاتوبيك درماتايتس. تبدا المتاس بيبقى ريزيد. لا لا لو بقاش في الليجن كلينيكال قدامك لا هتلاقي فيها سكيلز جريزي جريزي وعليها سكيلز. هوريكم صوره ثانيه عشان طبعا هو اهو ده مثلا في فخلي بالكم من اي اريثيماتوس ريش في النابكن او فليكشر اريا في السن دوت اهو ده سيبوريك درماتايتس. ده طبعا حاله بروبلماتيك ليه؟ هتبدا تخلص الدرماتين كورت او الدكتكورت مره في اليوم على جسمه كله طبعا تبقى صعبه جدا يعني ان هو يستعمل كورتيكوستيرويد على مساحه كبيره جدا. نشوف الحاجات الثانيه برضه عشان الديفرنشيشن ما بينها وبين النابكن. طبعا انا بالخبره بتعرفها دي النابكن ولا دي سيبوريك درماتايتس. هتعرفها ازاي؟ اهو هي دي ليه مش كانديدال؟ دي ليه مش كانديدال؟ عشان ايه؟ تمام. وايه كمان؟ الساتلايتس. مفيش ساتلايتس. في حاجه كمان ما هوش مريحه ان هي نابكن درماتايتس لان الليجن فيري ويل ديماركيتد يعني مرسوم البوردر بتاعه مرسوم. ستلايتس اللي هو سكاترد بابيولز ات ذا ايدج اوف ذا ليجن في حاله الكانديدا نابكن درماتايتس. اه شايف انا هركب لكم الصوره على فكره. طيب هل ده ممكن تحط في ديفينيشن دياجنوستيك ثانيه غيرها؟ اه فليكشر سورايسس. هو سورايسس ممكن في السن ده اه ازاي نفرق بين الاثنين؟ مش هنعرف نفرق الا اذا كان عنده سورايسس في اماكن ثانيه. يعني انما لو النابكن ما بتبقاش ويل ديفايند ايش ويل ديفايند بينزل ده بتلاقي فيه بعض الليجن عندك هنا بعض الليجن عندك هنا. انما الفيري ويل ديفينيشن دوت ده ماشي مع السوريك درماتايتس والسن طبعا بتاع الطفل. اه وعلى فكره هو علاجهم واحد. هو بص علاجهم واحد اه. لا الريسيمتاس سكيلي هو نوع من الاكزما الريتن درماتايتس ممكن تلاقي معاه سكيلز. يعني شوفوا مثلا دي كمان دي برضو سيبوريك درماتايتس جنرالايز سيبوريك درماتايتس. في بيتالويد بتريزو فورم في الليجلر في بلاك تايب وفي سيبوريك درماتايتس تاخد الجسم كله في ادلت فبيسميها ريثرو ديرم بنسميها ريثرو ديرم. طيب التريتمنت ايه؟ بس ده يعني شوفوا لسه كنت بكلمكم ازاي هتفرقي بين السورايسس والسيبوريك درماتايتس في السن ده صعب جدا اهو. ده طبعا حاله سورايسس وتحط في الديفرنشال دايجنوز بتاعك وتخلي بالك تفولو اب انت كل فتره يجي لك لو هو بدا باي سهر مانفستيشن او سورايسس خلاص انت اتحط. طب انا ما فرقتش ولا حاجه. هو تريتمنت قريب من بعده بس هيجي لك بعد كده لما يكبر شويه هيجي لك بقى ابجكتيد سورايسس والويل ديفايند بيكتشر بتاعت الايه؟ السورايسس. ده مش خاصينها تقريبا على ان هي حاجه سورايسس. دكتور لو حصل انفكشن اه موستلي تبقى لينكد للستريبتوكوكال انفكشن.
هي مش بتتفرق كيف اذا بعرف اشيلها كده على بعضها متقشر. لو اتشالت على بعض المايكا سكيلز حاجه اسمها مايكا سكيلز بتاعت اللي هو الديكريزس لايكنويد. لو شلت القشره كريت مايكا يعني الرقاقه يعني شيلس. انما سيلفر سكيلز ووسبت ساينس ذا ستريس بتلود يعني زي ورقه الشجر تويجيه زي ورقه الشجر ان هي بتبقى بسايكليك شكل ورقه الشجر بالظبط. طيب التريتمنت اوف سبوردوماتايتس التريتمنت بتاع ايه؟ انا عندي هايبر سنسيتيفيتي وعندي ملاسيزيا يبقى توبيكال انت فانجل توبيكال استرويد. لكن في انستراكشنز اهم انستراكشن تديها للعيان اللي بيقعد يصدع لك دماغك نو نو كيور نو كيور تريتمنت فور كنترول نوت فور كيور. كده كده هتجي لك لو بيجي لك كل سيزون كل سنه في الشتاء هتجي لك في الشتاء. طبعا لو انفنت ماله انفنت لا الانفنت احنا مرتبطين بقصه الاندروجين. هو معنى كلمه كيور يعني ما فيش كيور يعني ايه؟ لا مش معنى ان هي مثلا مش هتتقطع لا هي ممكن تقطع فتره وترجع تاني. انما في واحد بيجي يقول لك لا ده انا عندي طول السنه وما بتروحش خالص وهو بيفسر كلمه ما بتروحش خالص ديت ان هو كل ما بيستعمل الشامبو بتحسن بيوقف ترجع تاني. لا ده مش معنى كده ان هي ما بتروحش خالص. هي بتروح بس هي لازم ترجع تاني هي لازم ترجع تاني. لا مفيش. بعمل له بدلو ايه؟ اه انا هقول لكم اهوت. اول حاجه لازم تقولي عن التريتمنت في الكنترول نوت في الكوير رقم واحد. رقم اثنين هتخش في العيانه بتاعه الهير فولينج والسبريك درماتايتس ما تديهاش علاج الهير فولينج الاول لازم تديلها علاج سبريك درماتايتس الاول لان كل البريبريشن بتاع الهير فولينج بتزود السبريك درماتايتس وخصوصا لو كان فيها نسبه الكحول. لازم العيان يقلل الايموشنال ستريس شويه لان الحاجات اللي بتعمل اكزاسبيشن الايموشنال ستريس الفاتيج سيستميك إلنس ومعها كمان التروما وهو بيسرح شعره لازم التسريح يبقى خفيف لان كل ما بيعمل تروما كل ما بيعمل اكزاسبيشن السبريك درماتايتس. ده رقم واحد. رقم اثنين بندي شامبوهات بقى اللي هو النيزورال والنيزابيكس والبيوتار والكلام ده كله افري اذر دي مع التوبيكال كورتيكوسترويدز. طيب العينه بالنسبه لك لو سبريك درماتايتس في الفيس في النابكن اري ادي كريم ما تديش لوشن. يعني احنا ما بدي مثلا نيزورال ليله وتاني ليله بتنوفيت ليله من ده وليله بتنا. بعد اسبوعين بوقف التنوفيت لان الاسترويد المفروض ما تزوديش الفتره بتاعتها وبعد كده تمشي على الشامبو على طول على طول. في عين طبعا بيبقى يعني مش عاوز مشي على الشامبو يعني ده هو انت مش مستحمى يقول لك اه انت مستحمى مش شامبو يقول لك لا بس انا عاوز انا اخف منها يعني ما فيش فيها كيور طبعا. رقم ثلاثة ممكن تضيفي سيستميك انت فانجل في الكورال اتراكونازول في ناس ممكن تدي سيستميك ريتينويدز في الحالات الاكسبشنال كيسز او ميستروكسيت او سيستميك كورتيكوسترويدز في حالات اكسبشنال كيسز. هل السبريك درماتايتس لو فيري سيفير فيري اكستنسيف لا سيجنيفيكانس اللي هي ايه فيري اتش اي في تمام الفيرست presentation and the most common presentation cutaneous presentation of atopic HIV patient هو السيفير سيبوريك درماتايتس. صارت في الشهر قلت له كده بس ما هو هتروح يعمل جايب سيفير سكيل سيفير سكيل فين في بعده اه سورايسس سيبوريك درماتايتس اتوبيك درماتايتس في السن دوت كذا وكذا وكذا. انا كنت عايزه اقول لها واحده بس انا عايزه تقول الهيستوسايتس سيفير سكيلز لا الليجن بتاع الهيستوسايتوزس اه ماشي ما هو الديفرنشال دايجنوز بتاع الهيستوسايتوز بس ما بيجيش بشكل سكيلز بس هو بيجي بيربريك كراستد سكيلي ايربشن يعني لو ما اتولد ونديلك عشان تقول لهم ده ايه لا هتحط فيها كذا وكذا وكذا وتحط فيها برضه الهيستوسايتوزس لا هو الهيستوسايتوزس شكلها شكل السبوريك درماتايتس بالظبط بس الليجن بيبقى موستلي كراستد وبربريك ليجن. هي بقى يعني هي عاوزه حاجه معينه في دماغها بس انت لو رجعت الورق الديفينشن نوز النابكن راش في الفنجر هتلاقي مكتوبه تبعها تبع الهيستوسايتوزس. هناخدها في المره الجايه. لما موجود في النابكن انا هقول جنرالايز ما هو جنرالايز الاكسنتويشن بتاعه مينلي في النابكن اني سكيلي كراستد بربريك ليجن سبيشالي في السكالب والنابكن اريا دي بعدها مصر بتبقى هيستوسايتوس.
الاتش اي في طبعا خلينا نقول الاتش اي في سيستميك انتي فانجل سيستميك سترويد او ريتينويد ممكن تعالجه. انا وجهي كريدي الكاب اديله نيزورال مرتين ثلاثة في الاسبوع. لو في الصيف طبعا مش هينفع يستحق يغسل بشعره عشان ما ياخدش برد, يبقى مثلا في الشتاء مثلا مره مرتين في الاسبوع. وتدي زيت زيتون عشان هيلب سبريشن اوف كراست او سكيلز. بحط وزود طبعا تروما تروما ايه تو فيلام دوت اي حاجه يعني نفضل مع ممكن تحطي, بس هو بيبقى يعني كريد الكاب عليه كراستيشن, فمش ضروري تحطي اوينت او كريم تاني بيعجن على شعره. حطي بس ال ال كانوا بيجيبوا اللي هو ال الاوليف اويل او الاوليف او ملك النيزابكس او شامبو او النيزورال شامبو كانتي فانجل والاوليف اويل عشان السوفتنينج اوف سكيلز بس. خلاص بعد ما بتحطه مش مشكله, بس انا الاقي فيه سيفير كراستيشن يعني ثيك كراست ما بديلوش عشان هيحطه مش هيوصل اصلا للسكين يعني. بحطوا اويل ويعملوا ميكس كده دي يعني انا حسب الاكسبيرينس بتاع طبعا المستعمل عادي. انا بضيف ما بفضلش بصراحه اودي سلسلك اسيد عشان ما مش اريتيشن في السن ده. يعني هو مين اللي يقول في اويل بس طعم يعني حتى لو قضى حتى لو دكتور لو صوت ديبروسانيك لفتره محدده يعني هو برضو. لا انا يعني الحاله عندي لو سيبريك درماتايتس ومفيش فيها اكستنسيف سكيل لازقه في بعضها, انا بدي بتنوفيت وبوليتار. البوليتار بيشتغل كانتي فانجل وانتي وكيراتوليتيك بايه بوليتار, وتحط بعد كده معاها افري اذر داي بوليتار بتنوفيت بوليتار بتنوفيت. لو الحاله بقى فيري سيفير كراستيشن بحط الديبروسالك مثلا افري اذر داي مده شهر وبوليتار افري اذر داي مده شهر بالتبادل, وكمان بعد كده على البوليتار وبحط معاها كمان بيت مؤخرا اضيف السيستميك انتي فانجل اللي هو الفليكورال او الديبليكون كبسوله كل اسبوع. لو على الانفانت لا ممكن تدي بصي ممكن تدي داكتاكورت خلاص تستعمله مره واحده بس في اليوم عشان ما يحصلش سيستميك ابزوربشن مع الزنك اوليف بقى اويل اللي انت بتقولي عليه بس بالظبط. على الفيس هتلاقي مشكله ان انت هيجي لك عيان برضو هيضطر يستعمل استرويد لفتره طويله. الانفانت داكتاكورت او داكتاكورت مهما وات ايفر في اي مكان في جسمه في السن دوت ما تديهوش اكتر من كده وقت اليوم عشان ابزوربشن. عشان يعني انا بنبع عليها ما تستعمليش كميه كبيره, فبتجيلي بعد اسبوع تقول لا ده الانبوبه لسه عندي ده كويس. وممكن تستعملي نزرال على الجسم كله بس خلي بالك ان ممكن يحصلوش اريتيشن من النزرال. بس اغلب العيال ما يحصلوش الاوليف اويل ممكن طب يعني النزرال هيحط اريتيشن لمده قد ايه؟ 5 دقايق. خمس دقايق هو ده كبر تستمر عليها قد ايه؟ مش كتير طبعا. انت خلاص استعملت عليها فتره طويله ده دخلت في سيستميك ابزوربشن كوميونيكيشن. المشكله برضو في الميل اللي بيجي هنا هتمشي استرويد فتره لا انا بقول له استعمل اسبوعين ثلاثه داكتاكورت وبعد كده استعمله مرتين في الاسبوع لو انت عاوزه اللي هو ويك اند ثيرابي واغسل وشك بالنزرال ومع الوقت هتروح 5 دقايق نزرال على وشه خلاص. ده هو كده بيعملها بقى كنترول يعني خلاص هو بيفضل ماشي على النظام دوت. عمل لها ايه ممكن يمشي عليها ولا برضه 6 شهور يتحسن بعد كده؟ اه بس في حالات ممكن تقعد لحد سنه ونص كريد الكاب يعني في حالات ممكن تقعد كريد الكاب. هو طبعا نسيت بعد ما بيستعمل الزنك اوليف بيستعمل الفرشه الناعمه عكس اتجاه الشعر. هو اشهر تقولها هي فتره وخلاص. ال يعني ممكن تشيل في السوراسه تشيل تشيل اللي هو التوبكال انتي فانجل خليك على التوبكال استرويد. بس في سيري بتقول الملاسيزيا والرول بتاع الملاسيزيا في الاكسسيرفيشن بتاع السوراسه. فيعني اي سوراسه بتتكلم ممكن تدي فيها في الكرات مفيش مشكله تدي فيها توبيكال انتي فانجل عشان الرول بتاع الملاسيزي تمام مع الستيبت طبعا ليها رول اتنين مهم. طيب البتريس قلب سببها ايه؟